هناك جدل في هذه الأيام حول كلمتي انظر وينظر، ونريد أن تكون رشفات اليوم في هذا الموضوع. ننظر في ذلك. هل ورد البحث في القرآن الكريم؟ أنت تسأل هذا السؤال لأن للموضوع علاقة بالبحث. نعم صحيح. نعم، البحث جاء في القرآن الكريم في موضع واحد وحسب، في أين؟ سورة المائدة. نعم، في قوله تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض. نعم، ولا ثانية لها. جميل. وليس هناك أيضا ثان لكلمة بحث من حيث التقليب، تقليب الحروف، فلا يوجد إلا بحث باء وبعدها حاء وبعدها ثاء، أما بثح أو حبث أو ثبح أو أي لفظة من الألفاظ، وكل ثلاثي يمكن أن يتفكك منه ستة ألفاظ، لا يوجد إلا هذه اللفظة بحث بهذا الترتيب وحسب. نعم. هيكل البحث العلمي مقدمة وجوهر وخاتمة. جميل. طيب، متى يكتب الباحث في الهامش انظر؟ كلمة انظر نعم تكتب إذا كان الكلام الذي نقله بالمعنى، نقله الباحث بالمعنى وليس باللفظ، فإذا كان باللفظ فإنه يكتفي بذكر المصدر أو المرجع وحسب. وإذا كان بالنص؟ هو هذا، يكتفي بذكر المرجع. بعض الباحثين يكتب ينظر. لا عتاب ولا ملامة. والأولى؟ الأولى انظر هكذا. نعم. لماذا؟ لأنه الأصل، هذا الأصل انظر. التعبير بالمضارع حدث من بعد، لأن الأصل أن يرشد الباحث القارئ إلى المصدر بكلمة انظر، فبعضهم رأى أن يعبر بينظر، الغرض من ذلك عنده التعجيل بالامتثال، هذا كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن وكذلك والوالدات يرضعن، وكقول الأمير مثلا: يطلق فلان، كأن المخاطب بلاغيا، كأن المخاطب قد امتثل ذلك فهو يصوره، يعني أو لجعل ما سيقع كالواقع. وبعضهم يقول إن ذلك للتأدب والتلطف أيضا. هل هو بالرفع؟ نعم، ينظر بالرفع. ينظر. نعم. هل يحتمل الجزم؟ يحتمل الجزم على تقدير حذف اللام، وجاء في القرآن في مواضع متعددة، لكنها الصحيح أنها ليست من هذا الباب إلا على توجيه آخر، وهذا في قوله تعالى في سورة إبراهيم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وفي سورة الإسراء: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وفي سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وفي سورة الجاثية: قل للذين آمنوا ويغفروا للذين لا يرجون أيام الله، كلها بالجزم. وبعضهم قال إن اللام ها هنا حذفت، ولا بأس أن يقال بهذا التوجيه، لكن مع ضميمة أخرى، وهي أنه يصح أن تقدر اللام هنا، لكن لا بد أن يكون ذلك في سياق الأمر كما هو الحاصل في هذه الآيات كلها. أما حذف اللام مطلقا من غير هذه الضميمة ومن غير هذا القيد، فهذا الصحيح أنه لا يكون إلا في الشعر، وعليه الشيخان الخليل وسيبويه لا يجيزان ذلك إلا في الشعر، كقول الشاعر مثلا: محمد تفدي نفسك كل نفس، إذا ما خفت من شيء تبالى. محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من شيء تبالى. بعض أهل العلم يخطئ ينظر ويقول: مكث يتأمل ذلك مدة طويلة. لا تحتاج إلى مدة طويلة، يكفيها فواق ناقة، فواق أو فواق، المسألة أيسر من ذلك، لكن لعله يريد أنه لم يستسغها منذ وقت مبكر. ويبدو لي أن ثمة في هذا تفاعلا مشوقا وأثار أسئلة، وهذا شأن النقد الهادف دائما حتى لو لم يقبل، تتحرك به الأذهان وتحتدم الخواطر وتجيش النفوس. وقلت في هذا لما سئلت عنه، عن الفرق بين انظر وينظر، قلت في ذلك أبياتا. نعم. طيب، ماذا قلتم يا دكتور؟
قل انظر إذا ما كنت في البحث ناقلا، قل انظر إذا ما كنت في البحث ناقلا، بمعناه يا هذا وإن شئت ينظر. وأختار فعل الأمر، والأمر ها هنا لإرشاده، وهو الأدل المعبر، كما أنه قد وافق الذكر وانتهى إليه كبار الباحثين وسطروا. ولو قالت الحسناء ينظر للذي يهيم بها هان الجمال المصور. والمراد هنا في تعليل الاختيار أنه ورد في القرآن، لم يرد في القرآن ينظر، ورد ينظرون على معنى يؤخرون، لكن انظر الله أمرنا بهذا اللفظ. نعم. في مواضع متعددة، وكذلك أيضا في البيت الأخير هناك معنى طريف، أن الحسناء لو قالت لمن كان مندهشا من جمالها ومنبهرا منه، نعم، لو قالت له ينظر يعني إلى جمالي، لكان هذا المعنى ساذجا. ولكن كلمة انظر إلى جمالي أو إلى إشراقة وجهي أو نحو ذلك، هذا فيه معنى ليس في ذاك. فانظر هي الراجحة الواضحة إن شاء الله.